بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم من هنا من أرض المونديال. ونرجع نقول كمان كلها بكرة بس، وبعده بس بعده بقى ميعاد الكبير الجد بقى، الجد والمجد طبعا. أنت على موعد مع المجد. ده موعد حقيقي مع المجد، النادي الأهلي مع بايرن ميونخ. أعتقد في لقاء رسمي، في مباراة رسمية، في نصف نهائي كأس العالم يا عالم. أعتقد مفيش أعلى من كده، مفيش قيمة ومكانة يوصل لها فريق مصري أعلى من كده. الأهلي يشرف الكرة المصرية، الأهلي يشرف الكرة الأفريقية كنادي للقرن وبطلا للقارة.